دكتوره حكيمه تالوني، متصرفه وممتازه لوزاره الداخليه بعماله برشيد. مرحبا بكم في هذه القنوات اللي جات كتغطي هذا الحدث المؤسف اللي اصاب افراد من عائلاتنا بالمغرب، قادمه من حسب مصادر معلومه من الفقيه بن صالح من قلعه صراغنا، وكذلك حتى من سيدي رحاله. راه كاينين الناس غرقوا حسب شهود عيان وحسب مصادري التي استقيت منها الخبر هذا الصباح. اولا انا جيت هنا باش نعطي واحد الافاده للمتتبع والمشاهد. ما غاداش ندير بحال الاخوان الصحفيين اللي ركزوا على ديك المركبه كيفاش تدخلات، اللي هزوها الجندرم دابا داو ليه داك الفلوكه اللي هزوا فيها الناس. هذا خبر عرفتوا بان البحر راه لفض واحد ثلاثه ديال الجثات، فيهم واحد جوج بنات وفيهم رضيعه، وان 22 راهم الان في طور التحقيق، وان السلطات ادتهم الى غير ذلك. وكل شيء ركزوا في زاويه المعالجه على ان هذيك المركبه كيفاش توصلت هنا، واش ما شافوهاش مقدميه واش ما شافوهاش. انا كصحفيه سابقه وكدكتوره كمحلله سياسيه، انا ما جيتش نهضر على الخبر تكستو، الخبر شفتوه انا. اذا كاينه ازمه اجيت نتحدث على الازمه، على الشباب ديالنا واجه البحر، على الشباب البرشيدي ولا الشباب اللي جاي من قلعه صراغنا ولا جاي من واد زم ولا من الفقيه بن صالح. انا سائق الطاكسيه قال لي دابا راه ثلاثه الطاكسيات اللي جاو جايبين اللي هذه شي ثلاث ايام شافوهم وعينوهم وعرفوهم حرقوا وكانوا كيدوروا في هذا الشاطئ الهواوره، اغلبهم غيكونوا هما اللي مشاو، وان المركبه خرجت من هنا. ما غنقولوش شكون اللي كيتحمل المسؤوليه، واش شرطه المياه، واش التابعه للدرك الملكي ولا المياه والغابات ولا السلطات الامنيه ولا السلطات الاقليميه البرشيد. هذه مساله استراتيجيه وطنيه على الشباب ديالنا تيتيلو حراسو في البحر. اذا هنا هناك خلل، عندنا الفلوس في بلادنا، راه عندنا مشاريع، عندنا مجهودات تبذل تحت الرعايه الساميه لمولاي صاحب الجلاله، راه عندنا برامج تنمويه. راه حنا كنهضروا على جهه الدار البيضاء سطات، جهه الدار البيضاء سطات راه اليوم الاثنين راه 70 نقطه كانت تنمويه، كانت تنفيذ مشاريع كبرى استراتيجيه. حنا مقبلين على الكان، مقبلين على تنظيم المونديال. اذا باش يجي يرمي هاد الشباب، اذا هنا كافور، هنا كاين واحد الخلل في واحد البرامج ما تنفذاش، اهمها برنامج ديال تشغيل الشباب. وجدوا الشباب فين يخدم، ما غاديش يرمي راسو. اسيدي نفذوا المشاريع ديالنا، اسيدي ما تبقاوش تضحكوا علينا. اللي ماشي مسؤول يعطي الاستقاله ديالو. انا بنت برشيد وكتبقى فيا هذا الشيء، راه انا ام لي شاب واش يحرق. شوف الله يخليكم، الله يرحم الوالد، اللي ماشي قد المسؤوليه يقدم الاستقاله ديالو. راه عيب غلاء الاسعار ولا يهدد السلم الاجتماعي المغربي، فالسلم الاجتماعي الوطني في كفي عفريت. راه 1000 ريال مابقاش كتوصل القفه، مابقاش كتعمر. راه هاد الولد اللي ما لاقي خدمه، وحتى الخدم يخدم بالسميك. ويلاه اليوم الحكومه كتدارس مشاريع مراسم تنظيميه ديال التعويضات وديال واش غنزيدوا الموظف ولا ما نزيدوش ليه، واش غنفذوا ليه ولا ما غنفذوش، واش غنعطيه ولا ما غنعطيهوش. شوف واحد الفرنسي كان في السطات قال لي ما تلحقوش القفات المغرب مني غادي في الاستقلال ديالنا، قالها الوالد ديالي. قال له الا بغيتوا المغرب، بغيتوا المغاربه ما يدوش، ما تقيسوش المغربي في قفته، ديروا اي حاجه ولكن هبطوا من الاسعار. من غلاء الاسعار راه الناس ولات كتشحت، راه الناس ما لقاش خدمه، وهذا يتناقض مع البرامج التنمويه اللي دايرها بلادنا. واش كنهضروا واش واحد يبني واحد يريب؟ راه ما كاينش تنسيق ما بين جميع المتدخلين. انا هنا كنهضر على مصلحه المياه والغابات، كنهضر على وزاره التشغيل، كنهضر على وزاره الاسره والتضامن، كنهضر راه المقاربه الامنيه. انا ما جيتش نقول مثلا كبحال الصحفيين واش هذيك المركبه ما شافهاش المقدم، ويشوفها المقدم واش مقدمته. انا ما تنقولش هاد الهضره، تنقول انا السياسه العموميه لهاد الحكومه خاصها تبدل. السي اخنوش اما الله يخليك وجد الخدمه للدراري ولا قدم الاستقاله ديالك. اما ما يمكنش ديك النهار 115 واحد في سيدي يحيى الغرب كتموت كتاكل ميناطول وكتشرب المحيا، واليوم كيرميو رسم علاش غاديين يبحثون عن تجديد ضخ دماء، يبحثون عن حياه مفقوده، ففقدوها بين ظهرانينا.
واش حنا دائما نبكيو على ليلانا؟ كلنا مسؤولون، من السلطات الاقليميه لبرشيد، من السيد رئيس الحكومه، من وزير التشغيل، من وزير الاسره والتضامن، من وزير الشباب. فين هما هاد المصالح؟ فين هي شرطه المياه؟ فالجزء من الاراضي تبع لوزاره المياه والغابات. الله يخليك، ما نضرقوش الشمس بالغربان. معكم الدكتوره حكيمه التنواني. هاد الفجعه هذه انا تتبان لي بلان، ما تيبانش لي، كيبان لي بلان. هاد الناس داروا بلان، باغي محتاجين الفلوس، جمعوا واحد 70 واحد، نشوف شحال داروا معاهم، جوج ولا ثلاثه، فهمتي، وداوهم. ما كيبان لي زعما بان هاد الناس بروفيسيونيل، زعما غادي يحرقوا هاد الناس، فهمتي، بانوا لي عشوائيين. هادو ملي سمعت الدري في الصباح كيعيط لبواه مع 6 الصباح، قال له حنا تنغرقوا، تم التليفون مابقاش خدام. هادشي تيقول لي با، عيط ليا قال لي راه الولد. المهم جينا قلبنا عليه، دابا هنا سيدي ساري ما كاينش، الغابه سيت البير جديد العوينه، هنا الحويره ما كاينش دابا في القصيبه، من 11 النهار مازال ما لقاوش. دابا مو با راه ما كاينين هنايا، والدري راه بحال ولدي، الله يسهل عليه. انا اللي بغيت تفهم ليا هو الفلوكه الضربات، وعيط السيد قال له غير زيد ما تخرجش، قال لي غير زيد لقدام. بمعنى واش هو فعلا غيركبوا في الزودياك وركب معاهم وزادوا احتمال، واما بغى باش غير يديه، بغى باش يدي داك يهربوا باش ما يخرجش، حيت الا خرج غيجبدهم. قال لي ضربات الفلوكه، قال لي زيد لقدام، هادشي اللي تيقولوا. قال لك ضربات الفلوكه، قال لي غير زيد لقدام ما تخرجش. وما كذبش لك انا، ما شفت شي عدد، كاين شي 6 ولا 70، قالوا 70 الله اعلم، فوق 60. قالوا مخاطرهم، داروا شويه قلبوا ما كاين والو، زادوا في حالهم صافي، داروا الواجب وصافي. اللي عاد ما جبدوا حتى واحد، لا اللي خرج خرج، ما جبدوا حتى واحد، زعما عتقوا حتى واحد، عتقوا غير الناس كيديروا الرياضه، هما اللي عتقوا شي واحدين الصباح كيديروا الرياضه، هما اللي خرجوا. ما حنا ما جاو يشوفوا يقلبوا، كان يشوفوا يقلبوا، راه قلبوا وما كملوش. دابا جوج النهار ثلاثه ما بقى حتى شي حاجه، كاين لا وسائل انقاذ ولا والو. دابا انا كان انا المشكله ما كنوجهاش للمسؤولين، كنوجه للوالدين صافي. الوالدين ما المسؤولين شحال قدهم، فهمتي، شحال قدهم هاد المسؤولين، مسؤولين شحال قدهم، اش غادي يدير المسؤول؟ بغيت نعرف اش غادي يدير المسؤول ملي الولد داير الفكره ديالو، باغي يحرك باغي يخرج. هاد الولد راه خدام بخير، ما خصو والو، راه بخير، راه كيلبس مزيان، ما خصو والو، واكل شارب مع والديه، ولكن هو باغي يمشي. ودابا 70 شاب مشات هكاك، مسؤولين هما عندهم واحد الفكره، انا تنفكر الفكره وحده اللي كاينه، خصنا نحاولوا نتحدوا ونديروا، هو خصنا في كل منطقه نديروا مكاتب مساعد اجتماعي، مساعدين اجتماعيين في كل منطقه، وحل البيبان ديالهم لاي واحد عنده شي مشكل يجي ذاك النهار. هذوك المساعدين الاجتماعيين هما اللي غادي يحلوا مشاكل ديال هاد الشباب، اما الشباب ما مسوق ليه حتى واحد، مقموع، فهمتي، مقموع، ما عنده، كيحس براسو بحال لا شيط. الوالدين اللي راه مصدومين، راه ما تيبكيو ما والو، واحد الساعه راه مصدومين، الولد ديالو مازال ما لقاوش، راه بحال ولدي ما كاينش، فهمتي. ايوا حنا غادي نمشيو، راه هما غاديين في حالهم، هما راه هما غاديين. لا تنساوش تزورونا على الصفحة الرسمية ديال لالا مولاتي، وتضغطوا على سبسكرايب باش توصلوا بكل جديد.